المحور في خازوقين كده دمهم تقيل. في عبده ده جدع جدا يا قمر. وايام ما كانت بترقص يعني اخر راقصه شرقيه هي في عبده. حسن حسني ولا بيومي فؤاد؟ وجهاني العمله واحده بس الامكانيات التمثيل عند حسن حسني اكتر. اوكي بس ما الاسئله اللي نسيتها اقولها لك برضه. ايوه ما عادي يعني. خالد الصاوي ولا سيد رجب؟ سيد رجب. اوكي ماشي نرجع للكلمه. انا بحب عم سيد رجب. انا بموت فيه. انا بحب الاثنين بس سيد رجب ليه حته كده. يعني انا كنت اتصور مثلا خالد صالح ولا خالد الصاوي لانهم صنوان. عشان خالد صالح الله يرحمه السؤال منتهي. حدش هيقول خالد الصاوي. فاهمة عاطفيا بيروح قايلين خالد صالح. لا لا بس وبعدين هو... انا سؤالي بقى لو بجد خالد صالح ولا عادل ادهم؟ عادل ادهم. لا بس ما اخترتيش؟ لا بص عادل ادهم ده موهبه غير عاديه ولم تاخذ حظها الكامل في الفن. طب فيسبوك ولا انستجرام؟ ولا ده ولا ده. ايه ده؟ طب بتحبيش حاجه في السوشيال ميديا؟ تويتر. التويتر. انا تويتريه جدا. تويتر بس أصطر. انا مش تويتر بتاع الكلام اكتر. ومش فنانه فيه يعني. انا فيه بني ادم اللي هي ليلى عز العارف بوليتيكال بقى. وكده بوليتيكال سوشيال مش عارفه ايه. انما مش هو انا نزلت ايوه واخبار الفن في راسي عند العمود ايه وكده. لا ايوه صح. تعرفي تطبخي؟ لا. هنتخيل انك بتعرفي تطبخي. ليه تتخيل؟ عشان نلعب اللعبه دي. ماشي. هقول لك اسامي ناس مشهوره وانت تقولي لي اطبخ له ايه. هاو تو امبرس هيم فروم يور اوبينيون يعني. طيب انا دي افتراضيه تماما. يس ممكن. يس ام كلثوم. هرجعها للقريه. لازم اطبخ لها فطير مشلتت مثلا. حمام بالفريك. طاجن حمام بالفريك. اشياء كانت لازم. وهي بقى مش هينفع معايا سيزون. لا 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 ما تجيش. طب فريد الأطرش. فريد الأطرش. هلا ورق الليمون. شيء بالليمون. شيء بالليمون. اوكي عبد الحليم حبيبي كان مش بياكل خالص. عارف الحاجات الجديدة المشروبات اللي بيعملوها خيار ونعناع وكرفس اللي اسمها ايه دي؟ هقول لك اسمها ايه دي؟ اللي بتعمل توكس اسمه ايه ده؟ الديتوكس. ديتوكس. ايوه ايوه دي الواحد ديتوكس. يا خرابي حلوة احلى اجابة دي صح. عبد الحليم ياخد حاجات ديتوكس صح. وحتة نعناع جواها وليمون وبتاعات. انا بقول لك الشيئات البتاع اللي بيضربوها في الخلاط ويشربها وينام. بالظبط كده. هتلر. شاه مسمومة. شاه مسمومة. يا سلام. يعني هتعمليه وبتاع بس هتموتيه في الاخر. ايوه. طلعت حرب اللي انت بتحبيه ده. دي كرومي ورز بلدي. يا جماله. لا ده انت حباه فعلا. اوكي. بعدين هو كان واقف كده عنده كرش. فواضح انه اكيل. ايوه. اوكي. كريم عبد العزيز. كشري. محمد منير. جلاب. عارف الجلاب؟ جلاب؟ ده ايه الجلاب ده؟ عارف جوز العسل اللي بيقولوا عليه؟ جلاب. هو اسمه كده؟ اوكي ماشي حلوه منك. سامح ابنك هتاكليه؟ هو قاعد ورا الكاميرا. يا عيني مسكينه. عيالي مساكين. ليه؟ طبخت لكم كم مره في الحياه؟ ما اعتقدش لازم يعدوهم. لا احنا قلنا متخيلين انت تعرفي تطبخي بقى. فيو نو وات هي بريفيرز مثلا يعني. وما ينفعش تطولي في التفكير لان انت امه المفروض يبقى حاضر. لا 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 بس هو ليه بريفرنسز كتير. كويس. اوكي. فلازم تكون اولا ولادي الاثنين عكسي تمام. انا ما بحبش اللحوم عموما. احنا سامح ومين التاني؟ اروى. اروى بنت. اوكي ماشي. اوكي. انت ما بتحبيش اللحوم؟ انت فيجيتيريان؟ مانيش فيجيتيريان بس مش من اكل اللحوم قوي. مش من حبي في اللحوم. اوكي. يعني عشان كده زي القمر. والله اللحمه دي اللي ودتنا ده. يعني انا باكل لحمه عشان اخد بروتين حيواني كل فتره. اوكي ايوه عشان لازم محتاجه. عشان جسمي محتاج. بس غير كده مش. انما يعني بالنسبه لي انا الكربوهيدرات اهم حاجه. المكرونه عشقي العظيم في الحياه. انا بحب المكرونه. طب سامح. سامح هعمل له حمام محشي وورق عنب. ومحشي دولمة. مختلف. دولمة. اوكي. طب انا هاجي اكل معاك يا سامح يومها. ماشي. ما هي مش هي اللي هتعمله بقى. قلنا هنجيبه جاهز. هيقول لك منى تاني. عادي يقول لي لا سامح من مره مش عايز.
طب وارو اروى اروى دي صديقتي بقى سمكيه الى النخاع. ايوه اكل البحر يعني بتحب كل حاجه طالعه من البحر. مسمكه يعني. اه اوكي. جوزك اجمل حاجه فيه ما بيحبش الاكل. لو جاع بقى وانت هتاكليه كبده او سمك. اوه ذوقه زي برضه. انا احب الكبده.